إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله أن يجيرني وإياكم من النار. أما بعد، فإن الدروس قد انقطعت منذ زمان، ولكن الحمد لله، يعني رغم التعب ورغم الصحة القليلة، فإنني سأبدأ معكم هذه الدروس، وأسأل الله أن يجعلها مباركة فيما يخص تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لكتاب الله تعالى. اليوم في التاريخ الأحد 3 ربيع الثاني 1446، الموافق ل 06/10/2024 الميلادي. توقفنا في الماضي قبل العطلة الصيفية عند الآية 30، قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، في سورة الكهف الآية 30. Donc nous sommes arrêtés avant les vacances, les grandes vacances, au verset 30. Là où Allah Azza wa Jalla dit: ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres doivent savoir que nous ne laissons pas se perdre la récompense de quiconque fait le bien. هذه الآية الكريمة يقول عنها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر الله تعالى الفريق الثاني فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفريق الثاني معناه أن هناك فريق أول مر معنا، وهو الذين لم يؤمنوا بالله عند قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إذن هذا الفريق الأول لله عز وجل كيدخلهم ديك الجهة الأخرى ويسقيهم من ماء حار، هذا الفريق الأول. أي هنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ملي كنردوا البال للآيات الكريمات في القرآن الكريم اللي كيذكر الله الإيمان
في كثير من الأحيان كيذكر ما هو العمل الصالح. ما كاينش غير الإيمان هنا، واخا ما كنصليش ما كنصومش ما والو، الإيمان هنا داكشي ما كاينش، ما منه شيء. لوسكيل كان نودي موا جو كوا جو في با دو بيتي جو سوي كوريكت، ميم سي جو في با دو بريير، ميم سي جو جون با، ميم سي جو في با بيلغيناج، جو سوي كرويان. لا كرويان سي لا نو. الله عز وجل شاك فوا كاين مونسيون لا فوا يا لي بونز اكسيون افيك. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سو كي كخوا اي اكومبليس لي بونز اوفر. ايمان بوحدو سي اكزيست با، ايمان بوحدو. شوف واحد الانسان اللي امن الان دخل الاسلام فمات، ما صلى ولا صام ولا صدق ولا زكى، مات. هذا الله عز وجل امره الى الله عز وجل. Il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui se convertit à l'islam et il meurt tout de suite. Il n'a pas fait la prière, les zakat, les jeûnes, rien du tout. Il meurt. Bah, alhamdoulilah. Il va au paradis, inshallah ta'ala. Il n'a rien fait. Et il y en a des gens comme ça à l'époque des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le Cheikh Sa'd, rahimahullah ta'ala, jama'u bayna al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadari khayrihi wa sharrihi وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. الذين هداهم الذين امنوا وعملوا الصالحات. دونك الشيخ سعد رحمه الله تعالى دي انسويت الله تعالى امونسيوني لو دوزيام جروب اون ديزون سي دو لو برومي جروب نو فيان دو لو فوار سو كي اورون كرو اي كي اورون اكومبلي دي بون بي او دي بون زوفر سي تادير كي اورون ريوني انتر لا فوا On Allah, six anges, six livres, six messagers, le jour dernier et la prédestination dans le bien et le mal, et l'accomplissement des bons œuvres, qu'ils soient obligatoires ou surrogatoires. Inna alladhina amanu wa amilu as-salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. إنسان اللي جعل العمل ديالو حسن مع الله عز وجل ربي ما يضيعش، ربي ما كيضيعش أبدا. يقدر البشر يضيعك لكن الله عز وجل ما يضيعش. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، قال الشيخ السعدي رحمه الله. وإحسان العمل ما هو؟ لأن الله سبحانه قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. واش العمل كله زين؟ العمل اللي فيه البدع والشركيات وداك الشيء لا يقبله الله عز وجل. لي زاكسيون تروف باغ اكزومبل لاسوسياسيون الله سبحانه وتعالى لي زينوفاسيون اي تو سلا الله عز وجل ياكسبت با. ولذلك يلدي من احسن عملا. واحسان العمل ان يريد العبد العمل لوجه الله، عمل ديالك يكون لوجه الله سبحانه وتعالى. سي دونك نو نو ليسون جامي بيردغ لا ريكومبونس دو سولوي كي في لو بيان. شيخ سعدي رحمه الله تعالى دي سي تادير دو فير لو بيان بور لا فاس دالله سبحانه وتعالى. سي تي فو كو تون اكسيون اي تي زوغ سوا تاكسبتي il faut faire les choses pour Allah سبحانه وتعالى، pure pour Allah سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. أدعو الله سبحانه وتعالى pour lui une adoration pure. فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. Donc, et pour obtenir sa satisfaction en suivant en cela la loi d'Allah Azza wa Jalla, un tel œuvre ne sera pas perdu par Allah subhanahu wa ta'ala. يعني متبعا في ذلك شرع الله
العمل خصو يكون لوجه الله واتبع فيه شرع الله، شرع الله وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الفدرة شنو قال الله في هذيك الآية ديال سورة الكهف الأخر ديالها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل الصالح اللي بون زغر الفضغا كي سوا ايدونتيفي افيك لا سنة دي بروفي صلى الله عليه وسلم اي اوسي بور الله سبحانه وتعالى، لي دو كونديسيون. ولذلك قال اون سويفون اون سولا للمواد الله سبحانه وتعالى، قال ان تيل اوفر ne sera pas perdue par Allah subhanahu wa ta'ala, même le peu de cela, puisqu'elle sera préservée pour leurs auteurs et il les rétribue abondamment en fonction de leurs actes et de sa faveur et bienfaisance. Donc, je vous dis, « فهذا العمل لا يضيعه الله عز وجل » أبدا. العمل الصالح الذي أريد به وجه الله سبحانه وتعالى وكان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرع الله عز وجل لا يضيعه الله أبدا ولا شيئا منه ولا قليل منه، بل يحفظه للعاملين، الله كي يحفظ لهم ويوفيهم من الأجر، يعطيهم أكثر من داكشي اللي داروا. ربي سبحانه وتعالى كيعطيك أكثر من داكشي اللي درتي، قد تعمل حسنا ويضاعفها الله إلى 700 إلى أكثر من ذلك. Il se peut que tu fais une bonne action, Allah Azza wa Jalla va multiplier par 700, voire plus. Hassana, Sayyid Ahmadan. Ou Adam al-Fadl Allah Azza wa Jalla. Lorsque tu fais un péché, c'est un seul. Bel yahfadhu lil amalin wa yuwaffihim min ajri bi hasabi amalihim wa fadlihi wa ihsanihim. Bi fadli amalihim wa fadlihi wa ihsanihim. العمل ديالك غادي يخلصك ربي، ولكن غادي يزيدك من الفضل ديالو ومن الإحسان ديالو. طيب، دونك il cita alors rétribution à travers sa parole أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اذا هذا الاجر ربي هنا قال لنا انا لا نضيع اجر من احسن عملا، تكفينا هذه. ربي قال لك ما غاديش يضيعك، غادي يخلصك. الله عز وجل دي سي il va te récompenser. Tout ce que tu fais va te récompenser. Non, on peut s'assurer avec ça. Mais Allah Azza wa Jalla, il ne s'arrête pas là. Il va nous décrire qu'est-ce qu'il va nous donner après. Si tu fais ça, أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ لِقَامَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرُ ماشي غير واحد الجنات، ماشي جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، كيجري الأنهار تحت منها، الأنهار الودان، كيلبسهم الله عز وجل أساور من ذهب. الأصل في الدنيا غير النساء اللي كيديروا أساور، ياك الدبلج ديال الذهب داكشي كلشي، ولكن في الجنة غادي يديرهم الجل فضلا من الله عز وجل، أساور من ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، وغادي يلبسهم الله عز وجل ثياب خضر، يعني اللون ديالها خضر. سندس واستبرق هو الحرير، ياك في الدنيا حلال لكم ولا حرام الحرير؟ سمعتكمش؟ حرام على الرجال، اما هو النساء فهو حلال. الذهب حرام على الرجال وهو حلال للنساء. Donc l'asoie est interdit pour les hommes sur terre, mais au-delà, au paradis, inshallah,
nous aurons ça. L'or aussi, il est interdit pour les hommes ici-bas, mais il est autorisé au paradis pour les hommes et pour les femmes. ولذلك قال من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة. Donc à cela sont réservés les jardins de Adam, les jardins du Qam, où coulent les ruisseaux et où ils seront parés de bracelets d'or. Même les bracelets, il n'y a que les femmes qui les mettaient. Mais au paradis, non. Au paradis, même les hommes. Ça fait la parure. Vêtus d'habits vertes, de soie et de brocart. Le soie du brocart, c'est la soie glée de urqiq. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est glée de urqiq. La soie. Qu'elle fait glée ou fait urqiq. La soie. Hein? Épais, voilà, épais, et aussi faible, fine, fine aussi, voilà. Et donc, et accoudi, de soi, et accoudi sur des divins, quelle belle récompense et quel magnifique séjour. Cher Sa'd rahimahullah ta'ala, qui est Goulina, Oulaïk al-Mawsoufouna bil iman wal-amal salih. Ceux qui ont les gens, الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اسمعوا اسكن سميوا هذا أركان الإيمان. أركان الإيمان لي بيلي دو لا فوا سيس. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل لهم الجنات العاليات التي قد كثرت أشجارها فأجنت من فيها وكثرت أنهارها فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة. تعرفوا في البلاد ديال البلاد ديالنا وديالكم اللي شي واحد كيمشي لشي فيرما ياك وفيها الأشجار وفيها المياه وتجري هذه هي الدنيا ما كاينش أحسن منه مازال. قال لك فلان تبارك الله عليه شرا واحد الفيرما فيها يعني الساقيات كتجري بالماء والاشجار ايوا صافي خلاص ما كاينش ما احسن من هادشي. هنا عندكم هادشي في الجنه ان شاء الله تعالى. وكثرت انهارها فصارت تجري من تحت تلك الاشجار الانيقه والمنازل الرفيعه وحليتهم فيها الذهب. داكشي باش يرحمك الله يا الذهب ولباسهم فيها الحرير الاخضر من السندس وهو الغليظ من الديباج والاستبرق وهو ما رق منه. C'est-à-dire que ceux qui sont caractérisés par la foi et les bonnes œuvres auront des jardins très élevés où se trouvent d'innombrables arbres pleins de fruits et dont les rivières sont nombreuses, collant sous ces arbres élégants et ces demeures somptueuses. Leurs parures seront faites d'or, leurs habits de brocart vert et de soie. كثير من الله عز وجل ما كيوصف لنا الثياب بالخضر وهو يعني لان العين تحب هذا. العين كتحب كل ما هو اخضر ولذلك كيخرج الانسان درك برا الباديه وداك الشيء كلشي كيقول لك تمتعت باش تمتع بالخضوريه تمتع بالخضوريه. لورسكون سور ا ليكستيريور دان لي مونتاني اون فوا كو اون فوا لي زارب اون فوا لي تو سكي فير سي بور سولا كوني كونتون لورسكون رونتر دو نوتر لابا. الله عز وجل دي كو لور زابي دو بروكار فير اي دو سوا. قال متكئين فيها على الأرائك. ملي كيكون الإنسان غير متكي ما كيكونش مرتاح، ولكن ملي كتكي على واحد شي حاجة هذاك السيد يتكي على هذيك السريع أحسن من ذاك اللي ما متكيش عليها ياك.
وعلى الإنسان اللي متكي حسن من ذاك اللي ما متكي شيء سلوي كي الكتاب ويسير في الكورسوز إما يوم سلوي كي نبا في سا. ولذلك الله عز وجل قال متكئين في على الأرائك وهي السرر المزينة المجملة بالثياب الفاخرة ils seront accoudés sur des canapés. Alors ça, attention, ces canapés-là, ils ne seront, pas là. C'est pas la même chose que, là-bas. Parce que vous achetez les canapés. Ah, c'est rien à voir. Rien à voir. Ils seront accoudés sur des canapés et des divans parés et embellés de parures luxueuses. Même si tu donnes des milliers, tu ne vas pas trouver ça ici. Accoudement sur ces divins montre leur parfaite sérénité et l'absence en eux de toute fatigue ou affliction. Oui, dis-moi, tu es là, tu t'en fous de tout. Voilà, c'est ça au paradis. Le paradis, on ne travaille pas. On ne cherche pas à travailler, on n'a pas de soucis, on n'a pas de stress, on n'a rien. On est bien, alhamdulillah, qu'Allah nous fait rentrer au paradis sans nos actions. Et d'un coup, les domestiques, autre chose. وَفِتِّكَاهِمْ عَلَى الْأَرَائِكِ مَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الرَّاحَةِ وَزَوَالِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ وَكَوْنِ الْخُدَمْ يسعون عليه بما يشتهون زيدكم ملي كتكون متكي في شي مكان شي دعاك شي واحد شي رئيس ولا شي ملك ولا شي حاجه ومتكي اش كتمنى دوك الناس اللي كيدوزو كل دوك الخدام دوك العمال اللي كيخدموا اش كتسميهم نتوما هذوك لي سيرفور لي سيرفور هذوك كتمنى يجيبوا لك شي حاجه الشراب يجيبوا لك الماء يجيبوا لك الحلويات يجيبوا لك في الجنه في هذا الشيء في الجنه انت متكي وهما كيدوزوا عليك ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون ويطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق الى اخره هنا متكئين فيها على الارائك ويسور وبعد ذلك الخدم يسعون عليهم بما يشتهون انت بغيتي شي حاجه يجيبوها لك غير كتشهاها ماشي كتقول لي اجي واش عندك شي مشروب ديال التفاح ما عندك مشروب ديال لا 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 كتمنها وكتجيك او باغادي il suffit juste de souhaiter quelque chose et tu l'auras dans ta tête tu demandes Il va te ramener tout de suite. En plus de ça, à quoi à la Et tu n'as pas besoin d'autre. Et là, il y a un ayah dans la surah l'insan aïdan. Qawarira. Qawarira, en fait, qaddaruha taqdiran. Qaddaruha taqdiran. C'est-à-dire, c'est juste ce qu'il te faut. Et ça, il n'y en a pas ici. Tu vas demander à quelqu'un qui te ramène un verre de jus d'orange ou de quelque chose, peut-être tu n'as pas envie de boire tout parce qu'il n'est pas bon, et peut-être tu as envie encore de voir, d'avoir d'autres. Là, non. Au paradis, non. Au paradis, tu as ce qu'il faut. Qaddaruha taqdira. Allah yadkhal al-jannah. يسعون عليهم بما يشتهون il dit les domestiques les serveurs se relayeront auprès d'eux pour les servir de ce qu'ils désirent
il s'est fait du désir quelque chose, tu iras. وتمام يقول الشيخ رحمه الله وتمام ذلك وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية باش يكمل لك شيء كله ما ليش تبقى واحد ساعة ولا ساعتين وتخرج ويخصك ذلك شيء لا سي أبدا الأبدين ودعنا الدائمين سي تلطا. فهذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين وحسنات مرتفقة. دونك il dit quoi? Cet état de béatitude dans lequel il se trouve sera éternel et permanent. C'est-à-dire, tu ne vas pas être invité 1 euro, 2 euros, 3 euros, 1 euro, 1 journée. C'est tout le temps. C'est éternel. Donc c'est formidable. Cette demeure majestueuse sera une belle récompense pour ceux qui œuvrent dans le bien. Donc il faut ouvrir dans le bien. Pour arriver à ça, il faut ouvrir dans le bien. C'est un stade, c'est un amulo. الجنة غالية خص لها السنتور خص لها السمطة دير سمطة وجوج إن سنتور ودو بور ترافاي ألوغ يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحمرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة وأي مرتفق أحسن من دار أدنى أهلها يسير في ملكه ونعيمه وقصوره وبساتينه 2000 سنة ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم قد أعطي جميع أمانه ومطالبه وزيد من المطالب ما قصرت عنه الأمان ومع ذلك دونك شنو كيقول لنا هنا كيقول لك يعني كيتمتع بما فيها داك الشيء اللي بغات النفوس ديالهم واللي ما عمرهم فكروا فيه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى الخطر ديالك العقل ديالك عمرهم ما فكر فيه الجنة غتلقى فيه داك الشيء ولذلك قال لك الشيخ رحمه الله تعالى هاد اللذات وهاد الدار اللي دخلتينيها ما كاينش ما أحسن منها علاش قال لك لأن الملك ديالك اللي عطاك ربي سبحانه وتعالى غادي تمشى فيه 2000 سنة 2000 عام وانت كتمشى فيه ما تكملوش مما عطاك الله عز وجل ماشي أنا بختمه ماشي أنا بالي ماشي حاجة كثيرة 2000 سنة وانت كتمشى وما كملتيش والله ما حد غادي وكيزيدك ربي سبحانه وتعالى دونك il dit quoi pour ceux qui où ils jouiront avec ce que désire leur âme et ce qui réjouit leurs yeux, comme félicité et allégresse, bonheur ineffable, plaisir durable et béatitude éternelle. Et quelle demeure est meilleure que celle où le croyant des élus les plus inférieurs équivaut à une marche de 2000 ans dans sa félicité, ses palais et ses jardins. 2000. Sans regarder ce qu'il y a au-dessus d'eux comme félicité, dans la mesure où ils auront où ils auront obtenu réponse à tous leurs désirs. C'est-à-dire, tu te montres tout ce que tu veux. Tout le monde est tu l'auras. Tout le monde est قد أعطي جميع أمانه ومطالبه وزيد من المطالب. Allah, il te donne encore plus. Alors, et aspiration ainsi qu'un surplus qui dépasse toute espérance. Malgré cela, leur félicité sera constamment
en augmentation dans la forme et l'excellence. يقول رحمه الله تعالى الشيخ ما قص ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في أوصافه وحسنه. يعني الله كيزيدك، الله سبحانه وتعالى يزيد ويزيد يزيد يزيد. donc aussi nous prions Allah سبحانه وتعالى كيقول فنسأل الله الكريم ألا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان. يعني إحنا مقصرين فربما ما نطلبوه باش ما يعني يمنع علينا داك الشيء اللي عنده بسبب داك الشيء اللي كنديرو إحنا. يعني عندكم شي واحد يقول أنا ما كندير والو، بعض الأخطاء الإنسان كيقول لك أنا ما كندير والو، أنا كندير الذنوب ما كندير والو، أنا سنمشي للمسجد كنصلي وتبارك الله عليا ما كاين أحسن مني أنا، لا كنديرو وما جبنا الخبر لوالو. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول نطلب الله ما يحرمناش ذاك الخير اللي عنده من الإحسان بسبب الشر اللي إحنا عندنا من التقصير. يعني الله كيطلب منا وحنا مقصرين في ذاك الشيء اللي يطلب منا الله عز وجل، واش حنا كنديروا ذاك الشيء اللي قال لنا الله عز وجل؟ لا كنديروش، ولكن مقصرين فيه والعصيان. فيقول رحمه الله تعالى الله نبخيو الله لو جينيرو de ne pas nous priver du bien qu'il possède en raison du mal que nous faisons dans notre négligence et notre désobéissance. يقول في الاخر ديال هذه الايه الكريمه ونقدرش نسجل قدام وذلت الايه الكريمه. اشنا هي الايه الكريمه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا. هذا ملي كتقراه يحلون فيها من أساور كتقول واش غير هذا الشيء واش غير خاص بالرجال؟ الشيخ كيقول لك وذلت الآية الكريمة وما أشباهها على أن الحلية هذا الشيء كل شيء يذكر الله عز وجل عامة للذكور والإناث، للذكور والإناث. يقول أن هذا الشيء اللي يذكر الله عز وجل هنا راه للذكور والإناث، لأن الله عز وجل قال يحلون، فيحلون داخل فيه الذكور والإناث. يقول سو فيرسي لا et qui dit ce verset on voit dans le verset que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla nous prescrit ici c'est pour les femmes et pour les hommes aussi, pour les hommes et pour les femmes aussi, c'est-à-dire ceux qu'ils ont les femmes les hommes aussi ont. Ceux qu'ils ont les hommes les femmes aussi ils ont. وَدَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَمَا أَشْبَاهَا على أن الحلي عام للذكور والإناث كما ورد في الأحاديث الصحيحة، لأنه أطلقها في قوله يحلون وكذلك الحرير ونحوه. donc la soie, la parure, la parure, les bracelets et tout cela c'est pour les hommes et pour les femmes. أظن أنه أكتفي بهذا لأنه غادي ندخل في حاجة أخرى وأضرب لهم مثلا رجلين، غادي ندخل في شيء أمثال أعطاني الله عز وجل وهو سيتي دي بارابول. الله عز وجل نو دون دي شوز انكرويابل اي مي فري مي با اوجوردي ان شاء الله تعالى باسكو جو تو سكو جو بو فير اوجوردي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والى الاسبوع المقبل نسأل الله في القمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.